يا اهلا والله بمشاهدينا في حلقه جديده من اكاديميه ود. اليوم حلقتنا كثير مختلفه، يعني ان شاء الله ان شاء الله اتمنى اني راح اغير نظرتكم وفكرتكم عن اللحوم النيه. بس قبل ما نتعرف على الوصفه خلونا نتعرف من هي ضيفتنا. مرحبا، معكم عبير احمد، حابه اشارك في اكاديميه الشيف ود واتعلم منها وصفه بالسالمون الني. شكرا. عبير طلبت تبغى تاكل سالمون ني، يعني انا بالنسبه لي هالطلب من احلى الطلبات اللي جاتني على الاكاديميه. بس قبل ما نتكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع خلونا نرحب بضيفتنا عبير. اهلا وسهلا فيك يا عبير. اهلا فيك يا حبيبتي. شلونك؟ الحمد لله تمام، مبسوطه مره انه انا موجوده معك. وانا اكثر حبيبتي. سالمون ني شو الطاري؟ شوفي، هو نادرا ما تلاقي انه في اماكن يضبطوا السالمون الني او يضبطوا هذا الاكل تماما، او تخافي انه انك تاكل الني اني انا اجربه. صحيح، ممكن انا اخاف اني انا اجربه مثلا في اي مكان، بالضبط ما اثق كيف طريقه اعداده او كيف يسووه او من وين يجيبوه. وشلون ناكله طيب في البيت بطريقه امنه؟ اليوم راح نتكلم في الحلقه باذن الله وان شاء الله تستفيدوا، ولكن خلونا قبل كل شيء نقول لكم عن المكونات. مكونات: سالمون سيفيتشي، تارتار، كارباتشيو، سالمون فريش، فجل، مانجا طازجة، أفوكادو، فلفل رومي أحمر، بقدونس، كزبرة، خيار، بصل أخضر، بصل أحمر، شبت، هلبينو أخضر وأحمر، مايونيز ياباني، سيراتشا، ليمون أصفر، لايم، يوزو، برتقال، صويا صوص، زيت السمسم، كرومبو، زيت زيتون. موضوع اليوم السالمون الني، وراح أسوي فيه ثلاثة وصفات. هذه المواضيع اللي أستمتع فيها واللي تستلهمني بأفكار وتقنيات وكمان معلومات. اليوم راح نسوي بالسالمون ثلاثة أنواع من اللي قلت أساميهم، وراح أكيد أعرفكم إيش يعني كارباتشيو وسيفيتشي وترتار. خلينا نبدأ بالسيفيتشي لأن أكثر وصفة راح تحتاج تقعد بالثلاجة، عشان السيفيتشي ما راح ناكلها ني. السيفيتشي راح ينطبخ بس مو بالنار. أوكي. راح ينطبخ بوشو. إيش تحسي؟ شايفة 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 في حمضيات كثير. بالحمضيات. So without fire يعني بدون أي شيء. السيفيتشي او المكون اللي راح احط فيه السالمون. كيف تطبخين بعض انواع السي فود اذا ما تبي تستخدم النار؟ الحمضيات. اوكي، بس مو بين لحظه ولحظه، لازم تتركيها ساعات عشان تنطبخ. لو انت تبغيها تنطبخ طبخه كامله خليها ليله كامله في الثلاجه، اما اذا والله تبي تطبخيها نص طبخه تقدر تخليها من ساعتين لاربع ساعات في الثلاجه. بصراحة هو كان الموضوع بالنسبة لي غريب، فأنا لما قالت لي إنه ينطبخ بالحمضيات استغربت الموضوع جدا، بإنه كيف إنه حاجة تنطبخ مثلا من غير نار من غير حاجة، فكان شيء غريب بالنسبة لي. السيفيتشي أكلة من بيرو، يعني تعتبر من أمريكا اللاتينية، وكمان هذه الوصفة أنا أعشقها. إذا بعض المطاعم عندنا هنا بالرياض وما تقدمها، أول شيء أطلبها تفتح الشهية، يعني يعتبرونها من المقبلات. أحس قاعدة تسمعي أسماء غريبة. لا، إني أنا قاعدة أحاول أستوعب. ما أنتي مستوعبة صح؟ قاعدة أحاول أستوعب الأكل. أيوه، قاعدة تناظريني وتناظري للوصفة، أحس إنه إيش هذا؟ إيش قاعدة تقول؟ لأن وصفة نية. لأن أنا أقول لك التركيز في تفاصيلها صعبة جدا أحس. لا أبداً مو صعبة. يعني اللي يشوفها يقول هذه لا بسيطة عادي سووها. دحين بتشوفين كيف بسيطة عادي. هي اسمها مخيف، سيفيتشي اسمها مخيف تحسين، بس الوصفة كثير سهلة. هي عبارة عن سالمون راح نقطعها بالطريقة اللي أنت خاطرك فيها. بالعادة يقطعوها مربعات مرة صغيرة. بلس يضيفوا معاها أكثر من نوع حمض. والله تبغي أنت بس تحطي ليمون، أو تبغي تضيفي لايم، أو تبغي تحطي برتقال، أو تبغي تحطي اليوزو. سامعة باليوزو؟ نو، بسألك عنه. طيب، اليوزو هو ليمون بس ينزرع في اليابان. أوكي. يجي لونه أصفر.
اليوزو فاكهة موجودة فقط باليابان، يجي لونها ويجي شكلها زي الليمون بس يجي حجمها كبير، ولما تذوقيها وش طعمها؟ يوسفي، يوسف أفندم، يوسفي. فما عندنا في السعودية هذه الفاكهة، ولكن في موردين يبيعون عصير اليوزو، فإحنا اليوم راح نستخدمها مع السبيتشي. تقدروا تمزجوا بين حمضيات كثيرة، أنا راح أمزج في السبيتشي حقي حمض اليوزو، حمض اللايم، وحمض الليمون، وفي النهاية راح أبشر فوقها برتقال البشر حقها. أوكي. في كذا عدة مذاقات. طيب الخضروات اللي تنحط في السبيتشي يعني الخيار يعود إليكم، تبوا تحطوا بصل أخضر، خيار، هالابينو، أفوكادو، فلفل رومي، اللي خاطركم فيه يعني اختياري. اختياري، بس في أشياء أساسية المفروض تكون في السبيتشي اللي هو وشه؟ حامض البصل. أيوة، غير الحوامض خليها على جنب. من الخضروات لازم يكون في بصل أحمر وحار، سواء الفليكس أو تحطين نوع من أنواع الحار، فلفل حار، هالبينو أحمر، عرفتي؟ يس. تمام؟ تمام. طيب شلون إحنا ناكل السمك وهو ني؟ كيف عندي جرأة أني أكل السمك ني؟ إيش تحسي النوم؟ هل عندك خلفية؟ مو إيش تحسي، هل عندك خلفية؟ لا، بالنسبة للسلمون، السلمون أوريدي أساساً في أكثر من يعني أكثر داخل بأكثر مثلاً من وصفة، مثلاً زي السوشي مثلاً. أوكي مضبوط. بس حتى اللي في السوشي، اغلب اللي في السوشي بعضه يكون ني بعضه يكون صح. صح. طب انا كيف اكل السمك السالمون وهو ني وانا احس بامان؟ طيب يعني ما ادري ايش اقول لكم، هذا الموضوع فيه كلام مره كثير. اول شيء ابعدوا انكم تاخذوا السالمون من اي مسمكه، يعني بالغالب كل المطاعم وكل الفنادق ياخذون السمك من الموردين. صح. الموردين يا اما يجيبون السمك فريش وعلى طول يعطوها للمطاعم والفنادق ونستخدمها، يا ان يبيعوها فروزن مجمده. صحيح. انا اخذت هذا السمك السالمون من وين؟ من مورد جاب لي اياها مجمده. تعرفي ان افضل انك تاخذين السالمون هو مجمد عن انه يكون فريش؟ ليش؟ لان التجميد يقتل الطفيليات والبكتيريا اللي موجود في السمك. اوكي. شوفي سبحان الله، في اشياء دقيقه وغريبه وعجيبه بس انها تفيد. يعني كلنا نحب ناكل السمك وهو فريش وهو، بس الفروزن المجمد يقتل الطفيليات والبكتيريا اللي موجوده. تقعد بالثلاجة كم بعد ما تنفتح الثلج منها؟ يومين، مو أكثر من يومين. أوكي؟ حلو. أحسك ضعتي جهتك. لا، لأنه أنت هنا في أكاديمية. أوكي صح، أني قاعدة أعطيك معلومات بس معلومات تفيدني يعني. بس جداً. من جد هذه المعلومات كثير مهمة وتفيد فعلا. هذه المعلومات أساساً ما كانت عندي يعني بالكمية هذه، انه اذا كان مجمد او اذا كان بيقتل البكتيريا والطفيليات. صح. وبس مو انه تاخذيها من السوبر ماركت، يعني افضل من موردين. والحين في كثير موردين عندهم ابلكيشن على يعني على النت، يعني تقدر تحملين وتطلبين منهم اي احد في البيت، مو بس يوردوا المطاعم وفنادق، لا صاروا حتى يوردون للبيوت. طيب ايش رايك تساعديني؟ راح اطلب منك، انا راح اقطع السالمون للسيفيتشي وانت تقطعين الخضروات اللي خاطرك فيها. اوكي. اوكي تمام، اللي حنحطها مع السبيتشي. وكمان ملاحظة، لو لاحظتوا ان انا حاطة هنا ثلج، لان ما ينفع ان انا راح اكل شيء ني واخليه برا على الطاولة، لازم تكون عليها ثلج وموية انها تحافظ على البرودة اللي هي فيها. اوكي. تمام؟ اوكي. طيب، اول شيء خاطر تقطعين الهالبينو. تبي تلبسي الجلافز براحتك، انا حلبس جلافز طبعا لان حمسك شيء ني، وما ابغى اذا كان في يدي فيه بكتيريا تنتقل للسالمون. شكرا. اذا عندك اي اسئله اكون جدا سعيده. لا، اسئلتي ايش اقطع الحين؟
تقول بسألك ايش راح اقطع الحين؟ ايش خاطرك تقطعين؟ قطعي الهالبينو وكمان انا قلت لك من الاشياء الاساسيه وقطعي البصل. اوكي هذه من الاشياء الاساسيه. فيما عدا ذلك ممكن انت تختاري طبعا ايه عندنا كزبره بقدونس هذه من الاشياء اللي تدخل في السيفيتشي. عندك مانجا كمان لو تبغي، بس عارفه افكر في شيء اللي هو المانجا خاطري اسويها بيوري كذا اهرسها على طول كذا جاء في بالي برزنتيشن خاطري اسويه في الصحن لو اهرس المانجا وكذا اضربها بالصحن يطلع زي الانفجار ونحط فوقها السفيتشي بيطلع فكره مره حلوه. خلاص اقطعي هذا واقطع البصل والافوكادو. طب هل مطلوب مني اقطعه بطريقه لا قطعي دوائر لا مثلا الفلفل قطعيها مره صغير ونفس الشيء البصل قطعيها مره صغير. البصل ما نحتاج كثير يعني نصها تقريبا. أوكي أنا هنا خليني أنا ماني محترفة التقطيع تماما. إذا مو محترفة أنا ما أطلب منك تكوني محترفة. لو شيء يعني ما تعرفينه أو تحسينه صعب قوليني وأنا يعني أساعدك. لوجودي جنب شيف الموضوع شوية لا ما أبغى كذا بليز إنه عادي. تخيل إن أنا وياكي صحبات وقاعدين نسالف ونتقشمر ونتعلم ونطبخ وأكيد إني أتقبل أي شيء أنت راح تسألينه. حكون مبسوطة كثير. طيب نص البصلة هتقتلني ماما. أيوة شوفي الحين أفضل إن أي شيء وسخ تحطينه هنا. أوكي كيف أمورك؟ لسه ببدأ الحين. كل أهلك عادي يأكلون سالمون ناي؟ صراحة لا مو كلهم يعني بعض خواتي. أوكي إن أغلب أهلي أساساً يعني زي ما تقولي يفضلوا مثلاً أكل البيت. إيه بس إلا ما الواحد يعني فهي حاجة حلوة إني أنا مثلاً أتعلم السالمون أو الأكل الني إنه مش في مطعم دائماً في أكلات ما تنعمل في البيت. صح هذه الأشياء يعني مو دائماً عشان كذا أقول لك ضروري يعني تتعاملي أو إنك تتواصلي مع موردين يعطوكي السمك الفريش الكويس انك تستأمني لا سمح الله انه ما يجيك تسمم. انا قطعت السبيتشي هنا او السالمون عفوا وراح احطها بالصحن عشان لسه ابغاها تكون بارده عشان لا نتسمم. وانا كمل هنا وانت كملي هنا وانا راح اساعدك في التقطيع. مع البذور ولا بدون؟ لا احسن بدون البذور بدون. عشان لا تكون مره حاره. تمام اوكي. طبعا اوكي صح ان القطاع الزرقاء للاسماك بس انا حقطع عليها الخضروات لان كلها راح تنحط مع السالمون. مع السالمون ايوه راح اقطع شيء بسيط من الفلفل الرومي. شوفي دائما لما تجي تبغي تقطعي فلفل رومي اخضر احمر ايش ما كان نوخر هذه الطبقه. شايفه هذه الطبقه الخشنه نوخرها. ايش السبب؟ تعطي مراره اوقات. صحيح اي والله هي هاي ايش رايك؟ بس يعني طول عمري اطبخ انا بس اقطع وخلاص اهم شيء نشيل البذره اللي فوق. احسك متمكنه ما شاء الله من التقطيع. يعني تقطعي في البيت ايش تطبخي؟ الحمد لله ولا حاجه. تقول الحمد لله ولا حاجه اجل وش يعني الصناعه ما شاء الله. شوفي انا اقول يعني احيانا لا لاني احب السرعه عرفتي. اوكي مثلا اذا اشتهيت حاجه او بدي حاجه على السريع يعني تلاقيني كله بسرعه 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 بسرعه, بسرعة, بسرعة. فادور الطريقه الاسهل. طيب انا الحين راح احط الفلفل الرومي. اوكي اي ثينك اتس ام دون. يس مع البصل صح؟ خليني اشوف كميه البصل مو خاطري احط بصل كثير معليش. سوري. طيب احط بصل حتى بس خلاص تكفي البصل و يس وكمان احس كمان. احتاج اي حطي لا 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 خلص. حتى بس اوكي
وخاطري نحط وشو؟ قولي لي. افوكادو. بس ما راح نحطها كلها، بس النص. خلي افوكادو، في متعه في التقطيع، فانك تشيليه من البذره. شوفي هذه مره لينه، حاولي انك ما تفوصيها بقوه بيدك. انا هنا ايش راح اسوي؟ نفس الشيء صغير صح؟ اي صغير. اوكي اوكي، الحين انا راح احط الاحماض. عندي هنا عصير الليمون. تمام. وعندي اليوزو، خليني ارجع. نفسك تذوق اليوزو، تبي تشوف ايش كيف طعمه؟ ايه. لا حسيتي كذا شوي انقربتي، شمي ريحته اول شيء. لا لانه طلعت ريحته هنا اساسا. شمي ريحته. ليمون. ذوقي. زي الليموناد على فكرة. ذوقي. طعمه قريب من اليوسفي. صح؟ ليمون مع اليوسفي، مع اليوسفي، مع جريب فروت. ايه. شيء غريب كذا، تحسي ثلاثه مره. هو فعلا شيء مره غريب. خليني الحين حطيت يوزو وليمون. انا ركبها. خلص. اوكي، يوزو وليمون. دحين بحط اللايم. انت خلصتي طبخك وانا باقي اقطع. لا اوكي عادي، خذي راحتك. وانا خاطري احط المانجا، بس مثل ما قلت المانجا راح اهرسها وراح احطها برزنتيشن في الصحن، ولا هي حالاتها كذا تحسي في قطعة اورانج صفراء مع الطبق حقنا. بنفي الافوكادو. ايوه اوكي. باخذ شويه كزبره وشويه بقدونس، شيء مره بسيط. حطيه كله، بس مو كله، احطي نصه جزء. إناف؟ أشوف. حتة كمان. أوكي. تمام. ممكن تقطعي لي هذه؟ أكيد. صغيرة. وكمان راح أحط شوية زيت زيتون. تمام. خلاص آخر شيء راح أنتظر. لا مو آخر شيء، غيرت رأيي. ابغى احط خيار، بس خيار شيء بسيط مره. في غلط كبير قاعد يصير. اللي هو لما تقطعين الورقيات. اوكي. ما ترجعي تقطعين فوقها. ليش؟ تقطيعه واحده، يعني انت تبغى تقطعيها تشوبت، خلاص تجمعيها ومره واحده تقطعي تك 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 تك، لا ترجعي تعيدي فوقها عشان لا تمرر وعشان لا تسود. اوكي. ناس معلومات حلوة على فكرة. معلومات جميلة. يس. طيب. سو خلاص. والله أنا كنت أبغاها أصغر بس. خلاص. تمام. نشيل الكبيرة، مرة كبيرة. طيب الخيار قطعي لي إياها. طيب أحتاج. أعطيني أعطيني أنظف لك إياها. يس. الخيار نفس الشيء صغير صح؟ ايوه الخيار نفس الشيء صغير، بس اهم شيء بدون لوب. بدون؟ بدون لوب. كيف؟ يعني نقطعها من النص. اوكي. ونجيب ملعقة. ونشيل اللوب. مو نشيلها كلها يعني، بس طيب اذا الخيار كله لب شلنا الخيار كله. لا في في طلبت من عبير قبل ما تقطع الخيار انها تشيل اللب، فقالت لي كيف يعني اشيل اللب؟ قلت لها خلاص بوريك. لما جيت اوريها قالت الخيار كله لب، يعني نشيل الخيار كله. بس انها ضحكتني، هو فعلا الخيار كله لب، بس انه وخرنا شيء بسيط، مو كله كله يعني، ما نشيلها كلها زي كذا، شيء بسيط. تمام تمام زين.
أوقات اللب يمرر وأوقات مو يمرر بس يعطي، في أوقات مكونات لما تدخل مع السيفود يعطي له شوية زنخ. فأنا هذه ملاحظتي لب الخيار أصلاً أغلب المطاعم اليابانية، مو أغلبها، كل المطاعم اليابانية لأن اشتغلت وشفت دائماً إذا في سيفود يوخرون اللب، غير أنه كمان يطلع مويته ويغرق لي الدنيا بموية الخيار إلا ما يعطي شوية زنخ مع السيفود. تمام؟ زين خلاص شلنا اللب، وباك تقطعي لي إياها مرة صغيرة. زين. أنا هنا على بال ما أنت تقطعي إيش راح أسوي؟ قلت لك أنا بطيئة. لا يا بنتي بالعكس، تقطيعك مرة سريع، بس لا تستعجلي، نبغى نحافظ على يداتك هذه الحلوة. أحط شوية ملح وشوية فلفل أسود، فلفل أسود مو لازم، اختياري، بس أنا خاطر أحط شيء بسيط. وكمان مع التقديم قبل ما نقدم راح نرش عليها شوية تشيلي فليكس اللي هو رقائق الفلفل المجروش. شوفي أصلا كيف تغير لونه، صار فاتح. ال ايش اسمه هذا؟ اليوزو. هو في له استخدامات ثانيه غير ال طبعا. اوه انا مره سويت حلا، انا مره سويت حلا باليوزو، تدخل في الحلويات، تدخل في صوصات مره كثيره. بصراحه مره جميل. مره سويت بافلوفا بخثاره اليوزو وماتشا كريم، كانت شيء خرافي. اتوقع انه يكفي. نعم. يعني ما اكمل هذه؟ لا. أوكي. ناكلها، ايش رايك؟ يلا قدام. طيب احنا خلاص تقريبا خلصنا من السبيتشي، راح اغطي عليها واحطها بالثلاجه، ننظف كل شيء ونرتب كل شيء ونرجع نكمل. اوكي. عبير، سوينا اول شيء السبيتشي، خليناها بالثلاجه عشان الحمضيات اللي حطيناها تطبخها براحتها على بال ما هي تستوي بالثلاجه. احنا هنا راح نسوي الحين الترتار. الترتار مو هو بعيد من السبيتشي في التقطيع، تقريبا نفس تقطيع السبيتشي بس اصغر، لاننا احنا راح نفرم السالمون بطريقة فرم بس بالسكينة مو بالخلاط طبعا. انت اذا فرمتي السي فود بالخلاط الحرارة اللي موجود بالخلاط راح تأثر بالسي فود وتدخل لها البكتيريا. اوكي تمام، عشان كذا لازم نقطعها بالسكينة. طيب التارتار اصلا هي وصفة فرنسية بس ما كانوا يستخدمون السي فود، يستخدمون اللحم. حلو. ياكلون لحم ني. أوكي. بس جوك الآسيويين أخذوا نفس فكرة الفرنسيين في التارتار وصاروا يستخدمون السيفود. فإحنا راح نقطع السمك السالمون بطريقة عشوائية، بطريقة فرم بالسكينة. تمام. وكمان التارتار ما فيها فلسفة، يعني في اشياء اساسيه تنحط عليها زي الحمض زي الليمون، نفس الشيء للكرباتشيو، بس احنا الا ما لازم نضيف اضافات. يعني انا اليوم راح احط مايونيز ياباني، راح احط سيراتشا، سيراتشا اللي هي الشطه التايلانديه، راح احط شويه صويا صوص، زيت الايش السمسم عشان تعطيها نكهه اسيويه. اوكي مثل ما قلت لك عشوائي. اوكي نفرمها بالسكينه طبعا. تين نقطعها خاطرك؟ اي والله. إيه؟ يلا افرمي لي اياها بس عشان تسهل عليكي، قطعيها كذا وكذا وبعدين قطعيها كذا بعدين ارجعي سويه بها كذا. اوكي اوكي يعني هو فرم يدوي. فرم يدوي يس. تمام. انا هذه عشان حرام لا اخليها برا واقدر استفيد منها، بغطيها واحطها بالثلاجه.
كذا اوكي. لا كمان اي فرم 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 تماما. هو اريح لك انك انت تسوين كذا شوفي. هلا هذا ما لي مالي فيها هذا الموضوع. تبي تفرمين يدوي كذا افضل طريقه. لا مالي في هذا الموضوع صدقيني بضيع. انت شكله ابدا مالك علاقه بالطبخ صح؟ يعني مو مره. ولا تدخلين مع الوالده؟ لا لا ادخل احيانا وانا اطبخ احيانا. وفي رمضان كيف وضعك؟ لا لا اطبخ اطبخ بس انه مو يعني مش هوايه. طيب يعني تعرفي تطبخي؟ يعني انا من يوم ما شفتك طيعك قلت هذه ما شاء الله متمكنه واضح انك تعرفي. لا لا اعرف بس ما احب ادخل المطبخ كثير. اوكي شوفي تن 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 شايفه؟ اوكي تمام بعدين اجرب. شوفي انا هنا خليك. لا جربي لا 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 شوفي هنا امورنا تمام تمام أوكي. بس باقي هنا جهه ثانيه. يلا ترى اذا ما عرفت حاسيبها وامشي. لا حبيبتي انت هنا جايه تتعلمي. حنخليكي مع التقطيع لين ما تتعلمي. تعرفي حركتها زي ايش؟ زي ملوخيه. ايوه بالضبط. والله على بالي. تمام كمان. يا سلام. يا سلام بس خلاص. لا 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 ما شاء الله يعني واضح انك شوفي هنا خلاص قطعنا بس باقي هنا. طيب بالله وتقولي ما تعرفي. لا 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 على ايدك. شوفي هنا مره قطعنا كثير بس باقي هنا. تمام خلاص يكفي. أوكي. يكفي ناخذ السالمون الحين. حبيت راح تقدر تشيل الجلافز خلاص غيره. الحين راح نحط المايونيز الياباني. راح نحط السراتشا. كيفك مع الحار عادي؟ تمام. الله احلى يعني كلمة احب اسمعها كيفكم مع الحار؟ لا ما نحب. لا بالعكس. انا بالعكس. كثر يعني؟ كثري. تمام. شوفوا لو عندكم بودرة الوسابي تقدروا تضيفونها تجي كمان نكهتها مرة حلوة لو حطيتوا وسابي. طب ايش نحط ايش نحط؟ نحط شوية صويا صوص. في ناس كمان تحط ديجو ماسترد كمان تطلع حلوة بس انا مرة خاطري بنكهات وشو يابانية. نحط شوية زيت السمسم ونلخبط. لو احس انه نحتاج نحط كمان زيادة نحط. بحط شوية من السيراتشا كمان. بحطه كله 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 وخلاص. أنا الحين عندي التارتار جاهز بس ما راح كذا ينحط لوحده. ححط معاه الأفوكادو والمانجا وراح أحط له كمان قارنش ولكن هذا عنده وقت التقديم. الحين راح أغطيها وأدخلها مرة ثانية الثلاجة. يعني أنا قاعدة أعطي معلومات وأخبار ونظرت فيها لقيتها مكشرة. ماني عارفة هي الأسامي جديدة عليها غريبة عليها هي مركزة هي ما حبت ماني فاهمة أنا شو السالفة بس لا الواضح إنها كانت كثير مركزة. عبور باقي آخر شيء اللي هو راح نسوي الكارباتشو. الكارباتشو أصلاً إيطالية إسبانية. حلو. إيش يعني كارباتشو؟ يعني خام يعني ني يعني تقدمين السمك المحار اللحوم به أو هي نية. ما في قواعد تقول لكم كيف تقطعوا شكل الكارباتشو بس أهم شيء إنه يكون نحيف. أوكي. يعني تبي تقطعيها مثلث دائرة اللي هو بس تكون شرايح نحيفة مرة. أوكي؟ في الحين راح نقطع الكارباتشو
أو عفوا السالمون شرايح مرة نحيفة. تمام، طبعا لازم عشان تقطعوها تكون معاكم وشو سكينة كثير حادة. ونفس الشيء من الأشياء الأساسية في الكارباتشيو زي الترتار اللي هو الأحماض، الليمون والزيت زيتون. ها من أول قلتي شكله صعب ما صعب، هي الأسامي كانت تخوف. هي الأسماء بس عندي سؤال بسيط، هل هو باعتبار كمقبلات أو هو كطبق رئيسي؟ لا طبعا مقبلات، لانه بالعاده يعني يحتوي على مواد غذائيه كثير جيده. صح السالمون. صح، بس انت ما حتاكلي كميه مره كبيره، اكيد هو يعني مجرد بروتين، ما في له مثلا نشويات، ما في له مثلا نوع من انواع الصوصات او شيء، مو كلها يكون فيها، عرفتي؟ فلا تعتبر من مقبلات. ايوه، ومن الفواتح الشهية. يعني أنت لما تروحين مطاعم آسيوية الكارباتشيو، السيفيتشي، الترتار، كلها هذه وشو؟ أساسيات موجودة بس مقبلات. مقبلات. ما هي أطباق رئيسية. بالضبط، في المنيو تلقينها مقبلات، أوكي؟ طيب. ما ودك تقطعي ولا؟ يعني أفكر في الموضوع. نفسي تجربي، جربي ليش لا؟ كم باقي لك تحطي؟ قطعي، لا تشيلي الهم العدد. وسعي لي. يا. شيء بسيط يعني. بشوف السمك. السمك مرة نحيف. يعني شوفي خلي يدك هنا شايفة أصبعك، ولا عشان هو قاعد يزحلك شايفة، والسكينة مايلة كذا. تمام أوكي. تراي. أوكي. You can do it. You can do it. شال. أخذيها واحدة كذا. أيوة يا سلام عليكي، ممتاز. يعني عارفه لما تيجي تقطعي مو تروحي وترجعي مره واحده. راح اخليها وهذه حاكلها انا. خلاص. كفايه. طلبت مني اقطع السالمون، شرايح السالمون تكون رفيعه. ما كنت خايفه، بس كنت خايفه من شيء، انه انا مثلا ما انجح طريقه التقطيع زي ما هي كانت تقطعه بشكل جدا رفيع. في شيء لا يروح عن بالي ضروري، لاني راح اسوي برزنتيشن للسيفيتشي، فراح استخدم الحين الخلاط هذا اللي كثير احبه، الخلاط السحري اللي ما له كهرباء ينشحن. راح احط فيه مانجا واخلطه، خاطري يكون المانجا شوي بيوريه مهروس. تقدروا انت تقطعون نفس المانجا، تقدروا تقطعوها مع السيفيتشي او تسوون نفس اللي انا راح اسويه. جهاز اديسون هذا الفظيع ترى حال الجوال ينشحن بدون كهرباء. اي ولا بطاريات؟ لا بالشحن. حال الجوالات. بسم الله. هذا البراند من اديسون من السيف جاليري. بصراحة أنا يعني في
فيني جزء هادي فيني جزء مو هادي، بس التجربة جديدة علي ودخولي بين الكاميرا وفريق العمل وكمان مع الشيف ويد، واني انا كمان دخلت لي معلومات جديدة وتعلمت اشياء جديدة، فشوي شوي بديت اهدى واركز في المعلومات او في الطرق وفي المقادير والاشياء الجديدة اللي انا قاعدة اتعلمها من الشيف ويد. الكرباتشو راح اسوي عليه صوص كذا من راسي، بس اي شيء انا اسويه لذيذ طبعا. يا ربي الثقة. طيب راح احط صويا صوص. شوفوا في صوص اسمه بونزو، البونزو للاسف ما عندنا في السعودية، ممكن يكون موجود عند الموردين، حتى لو انا واجد عند الموردين يخلص مرة بسرعة. تمام، مره نكهته فظيعه زي الصويا صوص بس فيها حموضه، فانا راح اسوي شيء يشبه للايه للبونزو. عندي هنا صويا صوص، راح احط كمان من اليوزو، راح احط شويه ليمون، عصير ليمون، شيء بسيط، والخبطهم مع بعض، وراح احطه فوق سلمون. يا الله الريحة فظيعة، صح. راح احط فوق السالمون، بس اتاكد انه طيب. ايش الجارنش اللي راح احطه فوق السالمون؟ تقدروا تحطوا اي جارنش. انا عندي هنا البصل، البصل الاخضر، الجزء الاخضر منه. كيف اطلعه كيرلي؟ كيف اطلعه كذا كيرلي؟ نفس البصل الأخضر، تقطعون شرائح نحيفة وتجيبون موية وثلج وتحطونه فيها. لما أنتوا تخلوها الفترة كذا مع الموية والثلج، مع الموية والثلج يصير كذا كيرلي. نحط البصل هنا بالنص، ولا نوزعها ليش بالنص؟ طبعا انا يدي معقمه ونظيفه عشان كذا قاعده احط الاشياء، وكمان ممكن نحط شبت. طبعا الزينه مثل ما قلنا يرجع لكم، تقدروا تستخدموا أيديكم في أي شيء ني، سلطات، لحوم نية، ولكن احرصوا أنكم تغسلون أيديكم مرة مضبوط وتعقموها. ايش رايك؟ روعه. ودك نذوق؟ طبعا نشيل كل شيء ونذوق. لما احذوق انا حاكل، حتى انا، لانه باين عليه خلاص. يس ستريدي وديليشز و نذوق نذوق. يلا الناس اللي متخوفه من السالمون الني، يعني انا انصحكم بالسيفيتشي، لان في النهايه السيفيتشي راح ينطبخ بالاحماض. انا حطيت 3 انواع من الاحماض، الليمون واللايم اللي هو الليمون الاخضر الكبير واليوزو. رهيب حبيبتي عبير، هذه شهادة شكر وتقدير عشان تحسي نفسك فعلا دخلتي أكاديمية وتخرجتي وتعلمتي. الله يسعدك حبيبتي. وكمان عندك قسيمة شرائية مقدمة من السيف جاليري قيمتها 1000 ريال، ومن ما يحب أشياء السيف جاليري؟ أبدا ما في حد. مواعين، شفت الخلاط هذا اللي عجبك تقدر تجيبه على طول الحين بروح. يلا نذوق. يلا تقولي لي تقدري بالتشوبستيك ولا لا؟ تحاولين؟ يلا. في اذا ما تقدري في عندك هذا. خليني انا خاطري اجرب. تدريش نفسي كذا اخذ من المانجا واخذ من السيفيتشي. نذوق. أذوق أجرب أبدأ خلاص، صدقيني راح أكل، أنا ما راح أذوق.
لا يفوتك. اوكي. لا يفوتك. شوفي مو لازم تاكلي باللام. لا لا بس تعلمت كل حاجه بوقفت على هذا. جربي مثلي مانجا. اوكي. يس. خذي من الكرباتشيو. اي حطي شوي من الصوص عشان تذوقين الحمضيات. تجنن. قولي لي يجنن. شايفه نكهه اليوزو مع انت تقولي لي ايش فايده المانجا؟ هذا حلاوه المانجا في يعطي حلاوه. لازم تكسري، لازم الواحد يتجرأ في النكهات. بصراحه الاطباق الثلاثه كلها كانت رائعه. يعني حاجه جديده غير عن الاشياء، يعني الاطباق اللي احنا نفسها مثلا نجربها في المطاعم، نجربها في اكثر من مكان، بس لما جربتها من الشيف ود لقيت انه كلها كانت رائعه. ما اقدر اقول غير انها كانت رائعه صراحه، يعني انه نو كومنت على اقول اقل من كذا، لا ما اقدر. فكانت الاطباق كلها رائعه، خاصه الترتار. الترتار كان جدا جميل. يا جماعه ليش انا اكلي لذيذ؟ ليش انا افكاري ولمساتي خياليه؟ مو نرجسيه، بس انا احب اكلي. كاني اقول لها غصب قولي اكلي حلو، صح؟ لا اكلك حلو. حبيتي؟ يجنن. شايف النكهات؟ مره يجنن. زيت السمسم، المايونيز الياباني، فظيع فظيع. صراحه جميل. هذا الطبق لوحده لو رحتي مطعم ما تدفعي اقل من 200 ريال. 200 ريال. لا صراحة خطير. يعني فعلا انا قلت لك اني انا جربت الترتار بس هنا لمساتك. لا هنا غير حبيبتي. لا تكلميني على المطاعم وهنا لا غير. عمري حبيبتي الله يسعدك. نكمل اكل؟ نكمل. عبير اليوم كانت كثير مركزة، يعني من كثر ما هي مركزة أوقات كنت أحس إنها زعلانة يا ربي ولا مستغربة، ما فهمت كثير ملامحها، ولكن أنا متأكدة إنها كانت مركزة لأن في النهاية كانت تسألني أسئلة كثير مهمة وفي محلها. انبسطت بوجودها. شكرا للسيف جاليري، وأنا طلبت من الشيف ود إنه على الخلاط، بس أنا راح أشتري إن شاء الله. وثانك يو فور إيفريثينج. أتمنى إنها عجبتكم فكرة حلقة اليوم عن السالمون الني، وإن شاء الله الحين تتشجعوا تتحمسوا تاكلون أشياء نية بأمان، ولكن اختاروا المطاعم الصح. نشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ولا تنسوا تتواصلوا معايا على حساباتي بالسوشيال ميديا.